نبارك لشعبنا العراقي كافة من جنوبه إلى شماله بهذه الانتصارات ويوم الانتصارات دخول حشدنا الشعبي المقدس إلى ساحة المعركة لتحرير الموصل وأطرافها تل عفر. وأشاهد هذا الجهد الهندسي الواسع والكبير والذي حقق لنا وسهل لنا دخولنا إلى القرى وهذه القصبات بسهولة. نعم الجهد الهندسي يرافقنا معنا في الخط الأول في خط المواجهة، وأشكر الأخ القائد الأخ أبو علي الكوفي وإخوانه وأرتاله من الشفلات واللودرات وكذلك الآليات التي سهلت لنا السرعة والعبور، وهذه الحفارات التي أنشأت لنا سواتر وحمتنا أيضا من المفخخات ليلا ونهارا. نعم شكري الجزيل إلى الجهد الهندسي. طريق رابط بين القيارة والموصل محور الجنوب باتجاه تل عفر. الآن نحن في الساعة منتصف النهار، حققنا أغلى أكثر من 35% من أهدافنا، وباقي إن شاء الله نكمل قوات تقدم تام. نصر من الله وفتح قريب. اليوم تحركت تشكيلات الحشد الشعبي ومن ضمنها مديرية الهندسة العسكرية، وحقيقة اليوم فتحنا قرية تل طيبة وبمشاركة كل من فرقة الإمام علي القتالية وعصائب أهل الحق، والحمد لله تمكنا من دخول هذه القرية، والآن القرية مطهرة ومحررة بالكامل.